بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص المقابله اللي لعبنا هذه فريق شبيبة القبائل، فريق عندنا اليوم شاهدنا فريقين، فريق راهي صارع البقاء ومالوريزمون مي ان بي في الدوزيام ديفيزيون، وفريق راه يلعب باش يشارك في مقابله قاريه في منافسه قاريه الموسم المقبل. شفنا فريق متحضر، فريق بيان بريباري. احنا اليوم ما كاش بير كيما اليوم، فريق ما يسونترين با، ماشي لاعبين مش باغيين يدربوا. الظروف اللي انا عايشين فيها، فريق رانا فيه سون ايكيب ابوندوني، ما رانا ابوندوني كومبليتمون. اليوم لا بروف دابيتود على الاقل الفريق اللاعبين يلباس لا نوي في رحبه يديروا لا ميز اوفر، اليوم جاوا لاعبين كل واحد بالسياره تاعو، كاننا ماناش في فريق محترف، ماناش نلعبوا في بريمير ديفيزيون، كل واحد يجي بالسياره تاعو ونتلاقاو ديريكتومون في سير. هنا هي في ني رينيون تكنيك كوم دابيتود، لو ستريكت مينيموم ما نديروش، معليش حنا اون بريبار هذا الشيء، ولا لعبنا مع فريق محضر كيما احسن منا ماهوش بروبليم. وشاهدنا رانا في الناحيه، شفنا بالك في نرجعوا لاطوال المقابله، جي اليني اليوم خمسه تاع لاعبين من رديف وان جوار من فريق اقل من 19 سنه، اقل من 19 سنه رانا نشوفوا باش نبريبارو ان شاء الله لا سيزون بروشين سيري غريزان. هذه سو رياليتي واللي تضر وما نبغيش نقولها، مي فريق سيري غريزان راهو في القسم الوطني الثاني، لازم على الاقل نعطيو لا شونس هذو لي جون. باقي لنا 8 تاع لي ماتش نلعبوهم بكل نزاهه بكل رياضيه، وفريق سيري غريزان ونهضر على نفسي انا كمدرب، جامي باسكو سمعنا كلام كثير على هذه المقابله باللي لاعبين راح يسهلوا المهمه لفريق شباب القبائل، ما كاش من هذه. هذا الشيء راني نقول انا كمدرب وراني عايش مع لاعبين، هذا الشيء كاع ما نعرفوش نديروا هذا الشيء، واللاعبين نعرف باللي ما يديروش هذا الشيء، ولكن كي يشوفوا فريق اللي ما يدربش. انا لا بروف شفنا في ضد فريق هلال شام الغيد شي الغملاي، درنا مقابله درنا اون بون بريمير ميتون، من بعد دوزيام ميتون انهيار بدني بين وقت نفس الشيء امام فريق بارادو، شدينا حتى 70 مينوت ومن بعد انهيار بدني. نفس الشيء شفناه ثاني اليوم امام فريق شباب القبائل، مانيش تري بون بريمير ميتون، مي على الاقل بريمير ميتون ما كانش كاتاستروفيك، بصح دوزيام ميتون شفنا لاعبين يتمشاو في الميدان، وهذا لا غالب سي بلي فور كو على فريق سيري غليزان. ان شاء الله نخمو في الموسم المقبل، وعندنا 8 تاع المقابله اللي راهم باقيين، نلعبوا لهم بكل نزاهه وبكل روح رياضيه، ولو ميور كي يعني ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله حد موفق لفريق شباب القبائل.